إجراء أمني على الأرض لن يكفي فرنسا، فلا بد من إجراء أمني لعالمها الافتراضي. فالقراصنة يتربصون بمناسبة الأولمبياد المرتقبة في يوليو المقبل. وبالفعل هذا الفريق التقني التابع لمركز الأمن السيبراني لمنظمي الألعاب في باريس يتأهب تقنياً لهذه الهجمات المحتملة. ستكون هناك هجمات إلكترونية خلال الألعاب، بعضها لن تكون جدية والبعض الآخر سيكون جدياً، لكن لن يكون لها تأثير على الألعاب. مخاوف فرنسية من زيادة محسوسة في الهجمات الإلكترونية خلال المنافسات الرياضية خاصة من روسيا. بحسب خبراء الأمن السيبراني الذين بدأوا بالفعل دراسة نقاط الضعف والتكتيكات التي يمكن اتباعها لتجنب التهديدات المحتملة. ستقام الألعاب لهذا العام على خلفية تهديدات غير مسبوقة، لكن العمل التحضيري الذي جهزناه غير مسبوق أيضاً، وسيمكننا من مواجهة هذه التهديدات السيبرانية. بسرية تامة يعمل منظمو الحدث الرياضي الكبير، ولن يكشفوا عن تفاصيل عملهم لضمان عدم الاختراق. وفقاً لرئيس مركز الأمن السيبراني في باريس، موضحاً أن الهجمات الإلكترونية لن تقتصر على الألعاب نفسها فقط، بل تشمل أيضاً البنية التحتية مثل شبكات النقل.